رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 969 سجيناً والتكفل بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يطلع على خطوات تنفيذ الأجندة الوطنية التي أطلقها في يناير الماضي للأعوام السبعة القادمة وصولاً لرؤية الإمارات 2021. هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنجز طرقاً جديدة في المنطقة الوسطى بتكلفة تتجاوز 11 مليوناً ونصف المليون درهم. حياكم الله، كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار قدمناها لحضراتكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وندعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. ننطلق وإياكم من المكارم الإنسانية، فبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بالإفراج عن 969 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام. ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم على خطوات تنفيذ الأجندة الوطنية التي أطلقها في يناير الماضي للأعوام السبعة القادمة وصولا لرؤية الإمارات 2021 التي تتزامن واليوبيل الذهبية لقيام دولتنا العصرية، وذلك بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء. وأكد سموه على ضرورة تعزيز التنسيق ومضاعفة الجهود الوطنية على مستوى الدولة ومواصلة تطوير أنظمة وآليات ومنهجيات العمل الحكومي وفق الأجندة الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها نحو الريادة في مختلف المجالات. وتتضمن الأجندة الوطنية أهدافا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية. تشجيعا للقيادات والكوادر الوطنية أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بترقية العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى رتبة لواء. شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم حفل تخريج الدفعتين السادسة والسابعة من طلبة كليات التقنية العليا والبالغ عددهم 100 من كلية الفجيرة للطلاب. وتقدم معالي محمد حسن الشامسي رئيس كليات التقنية العليا بجزيل الشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة على تكريمه الخريجين وتشجيع سموه لهم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق والتقدم في حياتهم العملية، فيما ألقى الخريجون كلمة عبروا خلالها عن شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته حفل تخرجهم. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بتكريم الطلبة الخريجين، وتلقى سموه هدية تذكارية من الكلية. إلى إمارة أم القيوين، حيث وجه سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم القيوين غرفة تجارة وصناعة الإمارة بضرورة مضاعفة الجهود الفردية والجماعية لتطوير العمل الإداري، لا سيما في مجال تقديم أفضل وأسرع الخدمات للأعضاء والمنتسبين والجمهور. جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية للغرفة صباح اليوم، والتي التقى فيها عددا من المسؤولين، وتفقد سموه الأقسام والمكاتب وتحدث إلى موظفي الغرفة عن سير العمل. على الصعيد الأمني، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه كلا على حدة سعادة كون هار يونغ سفيرة جمهورية كوريا الجنوبية، وسعادة آصف علي خان دراني سفيرة جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. وتم خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وكل من باكستان وكوريا الجنوبية. أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة سعادة القاضي فلاح الهجري أحكامها في قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال.
وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد وسبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين. وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام والمشار إليها بالتقارير الفنية ومستخرجاتها وإغلاق موقعين إلكترونيين على الشبكة المعلوماتية استخدما لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي. هذا وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق 8 متهمين وغيابيا بحق متهم هارب. وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان برئاسة معاليه وعضوية عدد من المستشارين والقضاة. ونص القرار على أن تتحرى جميع المحاكم الشرعية في الدولة الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها. وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبوظبي وفي المناطق الوسطى والشرقية والغربية في الإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان هذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه. وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة المقبل في دائرة القضاء في أبوظبي. وتنظيما لعلاقات العمل خلال شهر رمضان الفضيل، أصدر معالي صقر بن غباش وزير العمل تعميما بشأن تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، تقرر فيه تخفيض الساعات في جميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بواقع 2 ساعة في اليوم مع عدم المساس بأجور العاملين. ونبقى مع استعدادات رمضان المبارك، حيث أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم التفاصيل الكاملة للبرنامج الرمضاني لضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، البالغ عددهم 35 عالما من 14 دولة. وقال الدكتور محمد مطار الكعبي مدير عام الهيئة في مؤتمر صحفي إن برنامج رمضان يشمل 800 محاضرة موزعة على المساجد والجهات المحلية والاتحادية والشركات والمؤسسات المجتمعية المشاركة، البالغ عددها 32 على مستوى إمارات الدولة. وسيتحدث العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في 30 عنوانا متنوعا، عدا عن مشاركاتهم اليومية في البرامج الإذاعية والقنوات الفضائية الإماراتية. كما سيتم عقد 4 ندوات نوعية و6 أمسيات ثقافية، 4 منها حول أهمية الخدمة الوطنية وأثرها في المجتمع. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، تبدأ إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بعد غد الأربعاء توزيع المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية العاجلة على 50,000 أسرة نازحة في مخيمات النازحين في منطقة بنو ضمن إقليم المناطق القبلية فتح في جمهورية باكستان الإسلامية بتكلفة تبلغ 2,500,000 دولار أمريكي. وتعتبر هذه المبادرة الأولى عالميا لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين من المعارك التي تشهدها منطقة شمال وزيرستان في جمهورية باكستان الإسلامية ولوقايتهم من الجوع وسوء التغذية. وتم تجهيز 3,550 طنا من المواد الغذائية وفق أفضل المواصفات والنوعيات المتكاملة من حيث القيمة الغذائية والصحية. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. قاطنو بعض المناطق السكنية يشكون الإزعاج الصادر عن الأعمال في المباني قيد الإنشاء. عدنا من جديد، فأهلا ومرحبا بكم. عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء انطلاق برنامج التدريب الصيفي للعام الحالي. وأوضح سعادة طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة بأن البرنامج يشمل مبادرتين، الأولى تحت شعار بناء وتستهدف الطلبة في مرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم، ويصرف فيها للمتدرب مكافأة مالية قدرها 1500 درهم. أما المبادرة الثانية فهي مسار وتستهدف الطلبة في مراحل الثانوية ويصرف فيها للمتدرب
المتدرب مكافأة مالية قدرها 1000 درهم، بينما تستمر كل مبادرة 3 أسابيع، ويشمل البرنامج 500 طالب وطالبة موزعين على جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، فيما يهدف لإكساب الطلبة الخبرات العملية اللازمة لتمكينهم من أداء المهام المتعلقة بالعمل بشكل احترافي كامل. كان أحد أهداف التدريب الصيفي وهو تدريب ميداني يعرف الموظف على الباحث عن عمل وأيضا الخريج الثانوية العامة وأيضا على وشك التخرج أهداف ونظام إمارة الشارقة سواء كان في القطاع التربوي أو القطاع الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري أو الشرطي يعني أو الفني. فلذلك مجموع المؤسسات إمارة الشارقة ومجموع الدوائر وحكومة الشارقة في التدريب الصيفي يعني يحصلون على دورة تدريبية تأهيلية إلى الارتقاء بابن إمارة الشارقة وأيضا للمستقبل. نحاول قدر المستطاع نهتم فيه، نرشده إلى الطريق الصحيح، نعرفه على الأنظمة والمجال المتبع في الدائرة، نطلب من مؤسسات حكومة الشارقة معنونة في إدارات شؤون الموظفين أو الموارد البشرية يعني توجيه التوجيه الصحيح بما يستفاد منه ويرتقي الموظف. بتكلفة تقدر ب11,600,000 درهم دشنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة طرقا جديدة مؤدية إلى منطقة الإسكان الحكومي في كل من تاهل ولوشاح بالمنطقة الوسطى، وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتعلقة برفع كفاءة البنى التحتية في الإمارة. بتكلفة بلغت زهاء 9 ملايين درهم وبزمن قياسي وحسب أعلى معايير الجودة والسلامة، أنهت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة الطريق المؤدي إلى شعبية تاهل بمنطقة البطائح، وذلك بمسربين يمتدان على طول 7 كيلومترات ليربط المنطقة بطريق الرفيع الزبير المتصل بشارع الإمارات من جهة وطريق الشارقة الذيد من جهة أخرى. ولله الحمد تم افتتاح شارع تاهل، والشارع هذا يعتبر من الشوارع الإضافية على الشوارع الموجودة عندنا في المنطقة. الشارع هذا يخدم شعبية تاهل فضلا من الله وتوجيهات من سمو الحاكم حفظه الله، تم إنشاءه بأسرع وقت لخدمة الأهالي. ولما سيقدمه الشارع للأهالي من خدمات وتسهيلات انتقالية أعرب قاطنو تاهل عن السعادة التي تغمرهم بإضافة شريان جديد إلى المنطقة لتنبض بالحيوية والحياة وتكتمل منظومة خدماتها. والله الشارع الحمد لله الله يطول بعمر الشيخ ما قصر، سواه الشارع وخدم الجماعة وارتاحوا ما قصر قصيدة، عيالنا جامعات باصات وصلتنا كل شيء، وصلنا من وصلنا الشارع كل شيء الحمد لله ارتحنا، ولا قبل صح إننا متعبانين، ولا الشارع خدم الجماعة كلهم الحين هم مستانسين ويدعون له بكل خير إن شاء الله. ومع السرعة في إنجاز الطريق راعت الدائرة اكتمال عوامل الانسيابية والأمن والسلامة، وذلك بإنجاز أكتاف للطريق وأعمال الاتصالات والطاقة بالإضافة إلى أعمدة الإنارة التي ستضيء الطريق. مسيرة تنمية وتطوير البنى التحتية لمناطق وقرى إمارة الشارقة مستمرة، ومكارم سمو الحاكم حفظه الله تظهر جلية في كل بقعة من الإمارة الباسمة، فكما هنا في تاهل شهدت منطقة شاح بالذيد أيضا انتهاء أعمال الطرق المؤدية منها وإليها. منطقة شاح السكنية كان لها نصيب من المشاريع التطويرية بإنهاء الأعمال في الشارع المؤدي لها قادما من طريق الذيد المدام، وبطول يمتد لقرابة 2 كيلومترين يؤدي إلى داخل الشعبية، جاء الطريق مكملا للأعمال التطويرية في شعبية وشاح. أقدم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مني ومن سكان هل الحي على اللي قاموا به من طرق، لأن كنا نعاني من طرق يعني معاناة شديدة للباسات والمواصلات عندنا هنا كانت يعني صعبة وايد، بس الحمد لله الحين تسهلت الأمور على الباسات. الطرق الخدمية الداخلية وبانتهاء الأعمال فيها وافتتاحها أضحت جاهزة لخدمة الأهالي لتساهم وتشارك في إظهار التطور العمراني المتسارع بالمنطقة.
اشتكى عدد من قاطني مدينة الشارقة من تواصل الأعمال في المباني قيد الإنشاء لساعات متأخرة من الليل، خاصة مع استخدام أجهزة مزعجة. إلى التفاصيل. مع استمرار غياب لوحات للإيجار وفي ظل الحركة النشطة التي يعيشها القطاع العقاري، تشهد الأعمال الإنشائية تسابقاً مع الزمن لأسباب عديدة، لعل أهمها هو اللحاق بموجة الارتفاعات السعرية التي تسجلها الشارقة من حيث القيمة الإيجارية، وهو ما كان سبباً لقيام عدد من أصحاب الأراضي بسرعة البناء ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من الأعمال الإنشائية، وهو ما نتج عنه إزعاج عدد من قاطني مدينة الشارقة. الأصوات لا تتوقف وهي مزعجة للغاية، وتحدثنا مع العمال هنا لكنهم لا يتوقفون. أنا أفكر في الانتقال من هنا، الأمر لا يطاق، أنا أسكن في الطابق الأول والصوت مزعج للغاية، كيف لا يوجد قانون للحد من هذا الإزعاج؟ احنا شغالين من صبح الصبح الشغل، إذا يقعد المحرك شغال مثلا ليل كله للساعة 2 الصبح، معنا كيف حنصح الصبح؟ وبعدين إزعاج، وهذا المحرك قريب وصوت قوي قوي قوي، ما لا قدرنا أنام لا نقدر أصحى الصبح لشغلي، معنا هذا مشكلة كبيرة، فهمت كيف؟ معنا لازم حل هذا الموضوع. هذا ولم يكتفي قاطني المناطق السكنية بالشكوى لكاميرا أخبار الدار، فبعضهم بادر بالتواصل مع بلدية الشارقة لتقديم شكوى رسمية وإيجاد حل لهم. دخلنا على البناية في رام البلدية 993، دقينا والله يعطيهم العافية شباب، ما في 5 دقائق 10 دقائق لبونا، إجا البلدية ومع الشرطة وطفوا الماكينة وقدرنا ننام يعني. وثاني يوم كمان نفس الشيء، رجعنا دقينا لهم كمان عملنا شكوى، ومثل ما عم بقول لك البناية كلها عم بيهز الصوت كثير عالي ما عم قدرنا ننام. تدخل بلدية الشارقة وسرعة تلبيتها للنداء على ما يبدو لم يردع ملاك هذه المباني، ولم يضع حدا نهائيا لهذه الأصوات التي باتت أشبه بصداع يؤرق قاطني المناطق التي تشهد أعمالا إنشائية متواصلة ليلا ونهارا، وهو ما يدفعنا للتساؤل، أيهما أهم، هذه الأعمال أم راحة الأهالي؟ وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس غيث الشامسي، رئيس قسم تراخيص البناء في إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة. مساء الخير. مساء النور خير. مهندس غيث، يعني كما لاحظنا في تقريرنا السابق البعض يشتكي من إزعاج الأجهزة في الأعمال الإنشائية، يعني عادة كيف تتصرفون في مثل هذه الحالات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر إذاعة الشارقة أو تلفزيون الشارقة ورحب بمستمعينا. أول شيء بالنسبة للأعمال اللي هي تحصل في خارج أوقات العمل الرسمية اللي هي تكون من الساعة 10 مساء إلى 6 صباحا، الأعمال هذه لا يصرح بها إلا بعد أخذ موافقات من الجهات الرسمية والإدارات الرسمية، واللي هي عبارة عن إدارة المواقف البلدية ومن الشرطة في حال تسبب الأعمال بإغلاق الطريق. أما بالنسبة كيف نتعامل مع الشكاوي أو التعامل مع القاطنين بالإمارة أو بالمنطقة الذين يتضررون من الأصوات هذه، فطبعا مكاتبنا دائما مفتوحة والإدارات والدوائر الحكومية دائما تستقبل المراجعين والشكاوي. ففي حال جتنا شكوى معينة اللي نعمله هو أن ننسق بين موقع العمل وقاطني المنطقة بحيث. طيب مهندس غيث لو تسمح لي بس، يعني ما المقصود بتصريح العمل؟ طبعا أخوي هي الأعمال في الموقع حسب شروط البلدية، حسب شروط العمل والعمال تكون من 6 صباحا إلى 10 ليلا، لكن في حالات تتطلب أن العمل يكون مستمر في ساعات بعد. وماذا عن راحة السكان يعني الناس المجاورين لهذه الأعمال؟ كلامك صحيح أخوي، نفس ما قلت لك في حال صار في شكاوي أو في حال يعني صار في مشاكل من الأصوات أو من العمال في موقع معين، فالبلدية تستقبل جميع أنواع الشكاوي، تستقبل جميع أنواع المراجعين، حيث أن إذا صار في شكوى يكون في تنسيق بحيث أن الأعمال توقف في حد معين أو يصير في مثل جدول أعمال معين بحيث ما يأثر على راحة القاطنين بالمنطقة المعينة. نعم، هم مثل ما ذكروا من خلال التقرير مهندس غيث بارك الله فيك، أنهم تواصلوا مع البلدية على 993، ومثل ما لاحظنا أيضا في التقرير يعني أن كاميرا أخبار الدار
زارت هذه المواقع في الفترة الليلية بالليل، يعني كان الوقت ليل. طيب متى وقت راحت الناس إذن؟ وكلامك صحيح أخوي، لكن بعد لا تنظرها من الناحية الفنية، أن في بعض المشاريع بسبب حجمها وبسبب ضخامتها يفضل أن الأعمال تكون في الليل. طبعا يكون عند العمل المشاريع هذه تكون مشاريع محددة، وتكون مشاريع عبارة عن مساحات ضخمة تكون حوالي 300 متر مربع أو حتى توصل 400 و500 متر مربع. الأعمال هذه صعب واحد يقوم فيها في الصباح، لأن رقم واحد شاحنات الخرسانة أو شاحنات الحديد والأعمال هذه إذا تواجدت في المواقع هذه وقت الظهر أو الظهيرة أو الصباح مثلا سبب زحام أكثر، تعيق السير. صحيح صحيح. طيب بالنسبة للأجهزة هذه، يعني ما في مثلا تعليمات من البلدية أن تكون مثلا كاتمة للصوت؟ طبعا مع تطور الأجهزة، يعني حاليا الأجهزة مثل هذه يعني صعب توفرها. أنت تتكلم طبعا عن مضخات خرسانة تكون في أبراج. نعم. في أبراج سكنية وأبراج تجارية وإلى آخره، فبحكم نوعية شغل الماكينة هذه قد تسبب بعض الأصوات وتسبب بعض ما يقولون حشرة يعني المنطقة هذه المعينة. نعم نعم. طيب أخيرا مهندس غيث بارك الله فيك، يعني نحن نقولون على شهر رمضان المبارك، وتدري يعني أغلب الأسر وخصوصا يعني انتهى العام الدراسي أو مع نهاية العام الدراسي. صحيح. يبدأ الناس يسهروا الليل ويناموا النهار بالعكس. صحيح. فماذا عن يعني أنتم مثل ما تفضلت أن العمل يبدأ الساعة السادسة صباحا. صحيح. يعني عندما يريد الإنسان في تلك الفترة يريد النوم. ماذا عن شهر رمضان أيضا؟ شهر رمضان تختلف أوقات العمل، هي تحدد من وزارة العمل والعمال. إذا ما خانتني الذاكرة في شهر رمضان العمل بعد الساعة 12 أو الساعة 11 صباحا يتم إيقافه بالكل. يكون العمل إذا أنا بعد ما خانتني الذاكرة يكون من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 11 أو الساعة 12. شكرا للمهندس غيث الشامسي رئيس قسم تراخيص البناء في إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة. ونصل معكم الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما تداوله المجتمع من أخبار وصور تنقلها الزميلة هاجر الحراك. مساء الخير متابعينا الكرام، بعد لحظات نعود لنجول بكم سريعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نستهل فقرتنا من تويتر بهذه التغريدة من حساب وزارة الداخلية وهذا الخبر: منع دخول الشاحنات التي تزن طنين ونصف الطن إلى أبوظبي والعين خلال أوقات الذروة في رمضان، وذلك في الفترة من 7:30 صباحا حتى 9:30 صباحا، ومن 1:30 ظهرا حتى 3:30 بعد الظهر، بما يسهم في توفير انسيابية سير الحركة المرورية. أيضا في تغريدتنا التالية: دبي ستدخل موسوعة جينيس مجددا بعد إطلاقها أغلى ابتسامة في العالم مصنوعة من الذهب والألماس بتكلفة 153 ألف دولار أمريكي. جاءت هذه المشاركة حسب إذاعة الشارقة. آخر تغريدتنا من حساب وكالة أنباء الإمارات وام، نقرأ فيها أن وزارة البيئة تفتتح مصادر جديدة وآمنة لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم. إلى موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وما تداوله من أخبار وصور، اخترنا لكم هذه الصورة وفيها نقرأ التالي: شرطة الشارقة أعلنت في حسابها على الإنستغرام عن مسابقة أفضل صورة أمنية معبرة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد وتستمر لمدة 4 أسابيع، على أن يتم أسبوعيا الإعلان عن الصورة الفائزة ويحصل صاحبها على جائزة مالية قدرها 1000 درهم، وأيضا سيتم نشر الصور في جميع المواقع الإعلامية التابعة لشرطة الشارقة. إلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة وهذا الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية وفيه نقرأ التالي: كازاخستان تعفي مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول مسبقا لأراضيها ابتداء من منتصف يوليو 2014، على أن تكون مدة البقاء في كل زيارة 15 يوما. مشاهدينا ومستمعينا، بهذا نكون قد قدمنا أبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ندعوكم للتفاعل معنا بإرسال ما لديكم من أخبار وصور، سواء عبر الوسم الخاص بنا إنستغرام تويتر أو خدمة الأخبار العاجلة من تلفزيون الشارقة عبر العناوين الظاهرة أمامكم. شكرا للمتابعة، وهذه عودة للزميل علي الشريف وما تبقى في نشرتنا من أخبار محلية. شكرا. خلال مؤتمر صحفي كشف مصرف الشارقة الإسلامية عن تفاصيل فعاليات الخيمة الرمضانية الثامنة التي يعتزم إقامتها في مناطق عدة من إمارة الشارقة خلال الفترة
ما بين الثاني حتى 16 من يوليو المقبل. وتتضمن الخيمة 6 فعاليات تنظم بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى بالشارقة ونادي الثقة للمعاقين بالشارقة والمجلس البلدي في مدينة كلباء ومجلس الشارقة الرياضي. وقرر المصرف تطوير فعاليات الدورة 8 حيث تم إلغاء الموقع الدائم لفعاليات الخيمة واعتماد أسلوب الفعاليات المتنقلة بين المناطق ذات الاستقطاب الجماهيري داخل وخارج مدينة الشارقة لتحقيق أكبر فائدة لأوسع شريحة ممكنة من الناس مع مراعاة عدم تضارب الفعاليات مع مباريات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل. نعلن عن تغيير نمطي في خيمة الشارقة التي تعودنا في السابق أن تكون في خيمة مركزية، اليوم راح تكون فعاليات متنقلة في قاعات مجهزة ومكيفة بالتعاون مع دائرة الشؤون الضواحي والقرى بالشارقة وعدد من الجهات الأخرى. أيضا راح تكون هناك أمسيات خاصة تنظم بالتعاون مع دائرة الشؤون الضواحي في كل من ضاحية واسط ومويلح ومغيدر، وراح تكون محاضرات دينية أسرية إضافة إلى بعض الأمسيات الخاصة أيضا بالتطوير الإداري. هناك أمسية خاصة بالسيدات بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية، وهناك أيضا أمسية خارج مدينة الشارقة ارتحلنا إلى مدينة كلباء بالتعاون مجلس البلدي بكلباء ومركز الشارقة أو مجلس الشارقة الرياضي لتنظيم أمسية رياضية بعنوان أندية الشارقة في عصر الاحتراف. كان هذا عن الخيمة الرمضانية لمصرف الشارقة الإسلامي. مشاهدينا ومستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام جولتنا الإخبارية المحلية أخبار الدار. شكرا لكم، وهذا تذكير أخير بأبرز العناوين. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 969 سجينا والتكفل بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يطلع على خطوات تنفيذ الأجندة الوطنية التي أطلقها في يناير الماضي للأعوام السبعة القادمة وصولا لرؤية الإمارات 2021. هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة تنجز طرقا جديدة في المنطقة الوسطى بتكلفة تتجاوز 11 مليونا ونصف المليون درهم.